وصل فريقنا لمحافظة الناصرية. عجبه يصعد الزقورة ويشوف المكان من فوق. حياكم الله متابعينا الأحبة، يوم آخر من أيام شهر الخير، شهر رمضان المبارك. الله يديم عليكم الأفراح والمسرات، والله يتقبل طاعاتكم وصيامكم في هذا الشهر. حلقة أخرى من حلقات برنامجكم اليومي رمضاني فترضى. اليوم جينا إلى مدينة عريقة مغلى بالتاريخ والحضارة الناصرية، وهذا الصرح الجميل هو أحد من صروحها الشامخة الزقورة. أبو حسن يا رمضان كريم عليك. رمضان كريم. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير إن شاء الله علينا وعلى شعبنا العراقي جميعا إن شاء الله. اليوم احنا بهذا المكان، المكان الكبير العظيم، العراق كبير بكل شيء، بآثاره بناسه بتاريخه اللي يمتد على 5000 سنة، علم الناس القراءة والكتابة، هذا من ضمن الآثار العظيمة والكبيرة بهذه المحافظة الكريمة المعروفة بالغيرة والحمية والشهداء، هي محافظة الناصرية. كل عام وانتم بخير. نعم، ومن مدينة الشعراء والأدباء والفنانين إن شاء الله راح نقضي يوم رمضاني برفقة زملائي وأكيد ويا كادر برنامج فترضى. ما بيكم حل اليوم شو حسنين؟ حارة والله أحمد، الجو حار يعني. تدري الجو حار وصيام، والله يتقبل صيامكم إن شاء الله وطاعاتكم. وتدري بعد الكبر هم لحوبه. لا شباب بعدك شباب، اتفقنا بالحلقات يلا بعيده ترى اجينا هنا للزقورة، جابنا اياد يا معود بالناصر قال لا تجوا للزقورة، توكلوا بالله خروا سوى زين ما صح طريقنا يعني. بعيد زقورة ايه الزقورة زين ما سوى اياد، لان هذا معلم من معلم تاريخي عالمي. خلينا نروح نشوف حالتنا ان شاء الله. يلا ان شاء الله صديقي اياد، يلا تعال يلا ان شاء الله خلينا نشوف الحاله. وصل كادر فترضى لمحمد وهو يشتغل بالمخدر. تفضل. انا عاد اشوفك يا بالتليفون واقول لك تعال. يلا تفضل ابتسام. عبرك؟ وين محمد؟ وينه؟ هسه صورته انت حافظها؟ زين. شوفه؟ هاك. ها؟ ابو حسنين. هذا هو محمد، بس قبل اخليه نول المشاهد الكريم. اي كل حلقه احنا نفزع الحاله حاله انسانيه. هذه الحلقه فريق الفرات فريق فترضى فزعنا الموقف، الموقف خلينا نوه فقط، الموقف موقف مشرف مشرف, مشرف. موقف لبطل من ابطال الناصريه الشاب محمد. صح. موقف اللي عراقي رغم فقره رغم حالته البسيطه جدا فعلاً. شاف مبلغ علاقة بالقاع فلوس فتحها لقى بيها 117 مليون فعلا، يوميته 7000 ما اخذهن حار بيهن وين يوديهن الى ان حصل على راعيهن. محمد تفصلنا عنا 10 متر رسالة عن الامانة والغيرة العراقية. اي والله رسالة. فهذا ابو جاسم محمد قواك الله. السلام عليكم. السلام عليكم عيوني. شلونك محمد؟ شلون صحتك؟ زين ان شاء الله. جواك الله يا ابو جاسم. شلون الصحه؟ الله يخليك. الله يسلمك. عليكم السلام. ايش الحق هاي؟ الحق قبل فروع. اقول لك ابو جاسم نسيت فلوس. انت اختارها وانا وزن. شو نسيتني هنا؟ قدامك هذا بخدمتك. اكو علاقه سوداء بها فلوس. حاول منك شباب. البارحه نسيتها هنا. اي. اريدها من عندك حمود. بخدمتك. هذا موقفك مشرف. رحم الله والديك. وانت عراقي اصيل. الله يسلمك. الله يوفقك ان شاء الله لكل خير. الله يسلمك. عسكين كله عسكين. عسكين لو رجع. كله عسكين. الله يوفقك. الله يوفقك. الله يخليك. يلا احنا نروح خلي السالفة وياه. انت جوعان؟ من احس الفطور معود. لبزيه اللي جوعان. ابقى السالفة محمد روح على الفطور. انت جوع عزني له. ابو جاسم ناخذ محمد الله يخليك يسلمك. ناخذ محمد رحمه لامه. زين وين بسطيه شلون؟ العوفة محمد محمد مفرط بالبسطية يقول العوفة. شو رزقك ابو جاسم؟ الحمد لله زين والله. شوف تعبان هو هاليوم. تعبان؟ اي والله. راح يوقف مكانك اخوك ابو جاسم؟ اي ان شاء الله. يلا انتم ان شاء الله. انت صانع لو ملاج؟ والله صانع. نعم صانع. أيوة. يوميتك ايش قد؟ يوميتي 7000. انا مثل ما قلت يعني صحيحة. يوميتك 7000. 7000. سولف لهذه اللحظة. انا سولفتها بسرعة لعم ابو حسنين قال خلينا نوصل له ان كان مشتاق انه يشوفك. انت اكثر انه ايش قد المبلغ؟ 117 مليون بس انا ما ادري بهن 117 اللي لقيت ما ادري بهن. ايه حتى من خبر 117 يقول ايه شلون تاخذين؟ يقول لك اذا تدري بهن 117 تاخذين يعني؟ لا لا هم ما تاخذين لو 200 مليون هم ما تاخذين. هم ما اخذين. لا ما اخذين بس انا شنو اقصد لك يعني ما ادري بهن هالقد لما خبرني صاحبهن. ايه المال
زين. قال 117، قلت له والله ما ادري بهن 117. زين ما صار عندك فضول انت تحسبهن تشوفهن ايش قد؟ لا لا ما صار، هذا شدهم ما صار. ها الحمد لله شكر الحرام دوم ما دنيت لدوم حياتي. والله نسال الاصيل وموفق ان شاء الله، وهذا ديد العراقيين خصوصا اهلنا الجنوب الناصريه الطيبه ام الشهداء الخيره ام العشائر المعازيم كلهم بيكم. سناخذ ونروح للقوي. تعال محمد تعال، ما فلوس انت عاقب محمد وروح اعصابك. الله يحفظك، الله يديمك ممنون حجي. يا اهلا وسهلا بك حجينا الغالي الطيب، اهلا وسهلا بك، الله يحفظك، الله يديمك صيام مقبول ان شاء الله. رمضان كريم عليكم حجي. رمضان كريم، تقبل اعمالكم. بنات الفرات ما هي وقادرها. الله الله يستر عليكم ان شاء الله، بارك الله بكم انتم وعائلتكم. احنا واجبنا حجي. محمد اصر يعني احنا بالوسطيه التقينا به اخونا وبنا، انه قال لازم تجون للبيت وتتعرفون على العائله. صح. العم ابو حيدر هو عمه خدمتكم، واحمد اخوك مو محمود. انت محمد لو احمد؟ انا محمد. هذا احمد. نعم. الشغله اللي صارت هاي كلها اللي دارت التواصل الاجتماعي، من خلال احنا عرفناك ايضا من خلال هاي التواصل الاجتماعي. صح. والعالم كله يعني حييتك على هذا الموقف اللي سويته. هسه لو انعاد بك الزمن مره ثانيه بتلقى 200 مليون ترجحهم لو هم تاخذهم؟ ارجحهم. ترجحهم؟ بلا قلب. لا هاي الامانه. تعامل باصله. الامانه ما جيناك احنا كادر براس. عم ابو حسن يعني تعامل بصله محمد، تعامل باصله صح. هاي الامانه احنا دائما الدين الحنيفي حثنا عليها، طبعا الله سبحانه وتعالى الأمانة ثقيلة وحملها إلى بني آدم، وبني آدم حمل هاي الأمانة. صح. وأنت أيضا من الناس الطيبين المؤمنين الخيرين من أتباع أهل البيت. الله اللي يعني طريقك طريق سيد الشهداء أمير المؤمنين صلوات الله عليهم، هذا هو ديدنهم. فإحنا كل إحنا أسوة حسنة أن بأهل البيت بين الأمانة إحنا نرجعها، وجزاك الله خير الجزاء. نعم. البطل محمد اليوم أي واحد ممكن يسوي اللي سواه. سولف عن وضعهم، سمعه له ونفسه ولاهله والعائله. حج وضعهم 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 شنو وضعهم؟ هو شنو محمد؟ يتيم الاب والام؟ امه وابوه متوفين. عمله شنو؟ ثلاث اخوان عندهم، هو واخوانه اثنين ما متزوجين. ما متزوجين. اخت عندهم مطلقه مفصوله هنا وياهم. عرفت شلون؟ والبيت هذا التعبان مالهم. هذا بيتهم التعبان. وظيفه ما عندهم. راتب مال رعايه ما عندهم، مال قاصرين ما عندهم، مال اي راتب ما عندهم. والله على 6000 5000 6000 بني يحصلون هذا قوت يوم. مناشده ايضا من خلال قناه الفرات الفضائيه الى كل وزاراتنا اللي تابعنا يشوفنا، الحكومه المحليه الحكومه المركزيه، بين هذا محمد احنا نريدكم تعينوه في مكان يعني افضل من الناس اللي قاعد متعينه وقاعده على الاموال يليق به، مكان يكون يليق به، لان هذا رجل امين ويستاهل من عندنا كل الخير وندعمه دائما. لفت انتباه شايتين، الاولى انه 5-6000 هن اللي تدخل لهذا البيت مورد يومي. صح. 5-6000 على 3-4 شباب وعائله ساكنه هنا. الثانيه صاحب موكب، بالتالي هذا تربيه المواكب. تربيه حسينيه. صح. احنا نؤمن اتباع اهل البيت ان مواكبنا ومجالسنا هي مدارس نتعلم بها، كل احنا نتعلم بها، ولا ايمان لمن لا امانه له. صح. والطفل كل احنا، فهذه نتيجه هذا واحد من خريجين مدارس الإمام الحسين عليه السلام، فطبيعي جدا يكون هذا السلوك اللي تربى وتلمذ بهذه المدارس. أنا عندي شغل ويا أستاذ، أنت ما بي حيل، خو جبتني من البداية ما بي حيل، أنا ما بي حيل. أنا طبعا من أطلع وياكم طبعا غير تعينوني فهو ما نعينكم. لا عم ولا أخذ محمد وروح ودير بالك على محمد. محمد احكي بالله، قول يا الله يحكي زين، شو تقول ما يحكي؟ والله يشتغل ليش دافك؟
يلا ابو جاسم يلا توكل يلا 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 يا اهلا وسهلا انا راح ابقى نايم عمك يلا اي والله اليوم اهلي اهلي بالسؤال الا موعد لك حجي يلا مصباح حسني حمد قد عمرك انت؟ عمري 32 سنه 32 سنه ما عندك شهادة يا ماشا؟ لا لا ما دائما تشتغل هنا بالبسطية لو شنو يعني بالغالب شنو شغلك شنو عملك؟ ورا الموسم احنا مثلا رجي نشتغل بالرجي ايه يجي موسم الخس نشتغل بالخس يعني دائما تشتغل انت؟ ايه مرات نقعد اقعد شهر شهرين ما في شغل تعبون اظل قاعد ما اشتغل هوش احنا اللي افتهمناه انه والدك والدتك متوفين متوفيني يعني انت واخوك واخوتك اللي عايشين معتمدين عليك لو شنو؟ علي اي على هاي 7000 انت اللي تجيبها لهم؟ ماكو واحد يشتغل غيرك بيهم؟ لا ما عمه لو عند اخوي يشتغل مرات يشتغل ظل بشهرين ثلاث اشهر قاعد زين يشتغل يوم يومين يظل قاعد ما ابي اشغل محمد لحظة انه شخص يجي يعني مبلغ يشوف مبلغ قدامه هو بحياته ما شايفه اي مضبوط اكثر مبلغ ايش قد جامعة بحياتك؟ أكثر مبلغ مثل ما تقول 700-900 تربيين سدود 700,000 اي والله وين 700,000 وين 117 مليون بالضبط من شفت يعني صدمت انت شنو؟ اي صدمت والله صدمت يعني ما تقول ارتبكت صار عندك ارتباك صار عندك ارتباك اي والله زين صعدت هنا انا قلت اخي بتخاف واحد يشوفني انه بيقتلني خاف يشوفك يقتلك اي والله علي اي انه بيجي وراي يقتلني ياخذني ياخذها وانه حرام يعني واحد ياخذها زين انت بداخلك ما يعني ما ايش اقول شيطانك ما أبد. ما وسوس لك لا لا ابد والله ولا بالي شيء يعني مثل ما تقول اخذها لا ابد ابد ما جت ببالك ابد ولا جت ببالي دوم زين حسبت هذا الشيء يعني سؤالي هنا محمد ايه؟ انت ما ضعفت قدام هاي الفلوس ابد والله حسبت هذا الشيء المبلغ رايح من عندي حسبت انه رايح من عندك ايش يصير بهالحاله بيه ايش يصير بهالحاله يعني خطيه انا من خابرني هو الزلمه ايه ما خابرني هو خابرني اخوه ايه المهم طالنا وصافي الفلوس وصافي شلون ايش بيهين شلون محطوطات طالنا وصافي بالعدل طاكه وصافي ايه فمن قلت له ان ذني هم قبت الهلاهل بالبيت عندهم قبت الهلاهل ايه وقال لك اسمع امهاتك شلون هالهلين زين قلت له وين تطعمه قال لا والله ذاك يا بالمستشفى قال لك كلش وبعدين قال لك انا اللي اعرفه انه قال لك اخذ من هنا فلوس اي جوني هم البصيه ولا شيء ثاني اي جوني عرضوا عليك فلوس ايه طوك هديه عرضوا علي هديه فلوس ها القد يعني مثل ما تقول 9 ملايين شيء 9 ملايين ما تعرف ايش قد ما اعرف يعني ايش ملايين بس ايه ملايين وقبا ملايين وقبا اعطوك فلوس ما اخذت هنا هديه والله ما اخذت هنا الابوه الا يعني ايش قال مال وراثه ها ورثه ورثه فمن قال ورثه شلون اخذ هنا؟ هم ورثوا ابوي 4 نفرات ظروفك تعبان اي والله انت شوف انت ب 7000 يعني 7000 ما تقدر تلمن ما تقدر حتى مو قدرت تعيش يعني المره تاخذها لازم تريد عيشه مصرف هاي صحيح يعني 7000 ما يكفني مع هذا انه انت تشوف ان عمرك تاخر 32 اي تاخر اي مش نعم مفترض يعني انتم هذا قبل هذا الوقت متزوج لا لا ما متزوج لا المفترض قبل هذا العمر يعني ايه بس ما ايه صار لك ايه ايه ما صار ما عندك صارت ظروف ما قدرت اسوي ليش يعني هسه هذا الموضوع الوحيد اللي يتم له انت ايه لان عمره قاعد يمشي يعني عمره الجاي 30 تعال خلي نرتب نشوفك في التفاصيل انا احب انه انت تغادر هذا الملف يعني انا اليوم انت شنو رايك بهذا اللون سترو حلو عليك هذا سيد باقر اشترى اليوم اه روح نرتب ترتيبات انا وياك على راحتك يلا احمد خليل قرر يخلي محمد بغير شكل وراح حول الحلاق سوية يا الله تفضل حجي اهلا يا الله يا الله اهلا وسهلا برجلكم اليمنى يا الله يا الله اللهم صل على محمد وعلى السلام عليكم هاي غرفة محمد محمد نعم شنو يحتاج محمد الآن هو على أبواب زواج خلينا نعرف البداية
هو على باب زواج مثل ما قالت. انت ليش ما اختاريته لمرة؟ لو بعدكم ما خاطبين. اكو موجدين وحده؟ موجدين مخالف، هو من يختار مرة غير يكون مكون نفسه. لازم ملتزمات. لازم ملتزمات. زين شنو يحتاج محمد؟ يحتاج هالغرفة هاي بس هيكل. بس هيكل. هاي الغرفة بس هيكل يحتاج. زين المرة شايفين لي ولا ما شايفين؟ موجودة المرة. نروح نخطب له بعد. مستعجل عمو محسن نريدها حار قبل من هسه. بارك الله فيك. احنا ايضا ما نريد ان نقول اللي جايبينه، لكن خلينا مفاجاه للسيد المشاهد ايضا ان شاء الله. ومفاجاه لكم بان هاي الغرفه راح تتغير، يحتاج لها ترميم عمو. يا راجل تاتي ان شاء الله. احنا هاي المهمه يمنا قاعيتها شويه تعبانه هي ان شاء الله. ترتيب شنو اللي اخر عن الزواج طول هاي المده هو واخوته؟ اشوفهم كبار. ماده ما ما عاد الوضع المادي حالته تعبانه فجاه. ان شاء الله احنا نغير حاله ان شاء الله. هو الله سبحانه وتعالى اللي يغير من حاله الى حاله، هو رب العالمين. ولجل امانته الله سبحانه وتعالى بعثنا لكم اللي مو احنا. والنعم هو الله اللي هو يستحق ارواحة حلال على قولته، على قولته اهلنا. زين ان شاء الله نقدر نقدم له فد شيء يطيب. اي عمو الغرفه شفت بعد الغرفه هاي خمسه في ثلاثه. زين احنا نريد غراض على هاي الغرفه يكون برونق جميل ويستحقها محمد. وانت من الاجمل. خليها مفاجأة. مفاجأة ان شاء الله. بعد هاي الموضوعين مشروعين. ان شاء الله. انا المسؤولة. ولكم حسنات رب العالمين. الله يسلمك، هذا واجبنا. عليكم قناة الفرح. واجبنا. وما تخسرون. ارتك لك على شغلة. اليوم يجمع راسين بالحلال هم لثواب. ان شاء الله. اكو شغلة بين انا قلت لك دائما. قول. اللي يتقدم خطوة لرب العالمين. صح. الله يتقدم إلى ألف خطوة إن شاء الله. محمد فعلا. تقدم ألف خطوة لله سبحانه وتعالى بالأمانة مالته رب العالمين، وراح يسهل لك العالم إن شاء فعلا. الله رب العالمين هو اللي هدا الله وأهل البيت إن شاء الله مع الإنسان المؤمن والأمين والصادق والخير والشريف والطيب. الله ما ينسى ولا أهل البيت. والبركة فعلا. بيكم إن شاء الله. البركة بيكم هنا وكل الكادر. خلي الروح حتى توكين على شغلتك إن شاء الله. أنا بخدمتك حج. هسه كادرنا راح يجهز الأجهزة الكهربائية. فاليوم ارتأى الكادر، خلينا نقول العصفورة غششتنا على قولة زملائي بالحلقات السابقة، انه محمد على أبواب زواج. فارتئينا قلنا انه غرفة الأخشاب او غرفة العريس ما تكمل إذا مو بعض الاحتياجات مثل الثلاجة، المبردة وحتى التلفزيون. راح نجهز محمد اليوم من هذا المحل وإن شاء الله نتوفق باختيار الأجهزة الكهربائية وبقية الاحتياجات. خليكم ويانا. أحمد أخذ محمد وراح يشترون قار. أحمد شنو رأيك؟ شنو رأيك يابا؟ ما شاء الله طالع لوك جديد محمد. نعم لك. زين انت ما سألت احنا جايبيك لهنا والا قاط والا وليش الا قاط عود؟ يعني انت محمد يريد قال يابا تيشيرت وبنطلون كافي. اي محمد احنا كنا نسولف بالسيارة. كنا نسولف بالسيارة حتى موضوعك تتأهل انت. ان شاء الله. تتأهل بس الله. بس هم ماخذين محمد من نال الجرفة. الزواج يحتاج له بواي تحضيرات. بالضبط. يعني بس احنا جينا اختصرناه من الاخير تعبانين. ايه. قلنا بنشوفكم محمد عريس. هسه محمد شفتوه بشكل العريس. بس الزواج يحتاج له تحضيرات هواي. يحتاج له اشياء هواي نشتريها. ايه. انت هسه محمد اذا قلنا لك احنا هذه البدله وجهزناك وهذه وندير وجهنا ونروح. تقدر ترتب امورك؟ والله ظروف شويه. الظروف. يعني نصبر شوية وبالكت الله يخليك. تصبر. ايه. احنا ما نصبر اخوي. اه. احنا ما نصبر، نريد نرتب لك اليوم كل شيء حتى نقول لك في مال الله. خير ان شاء الله، بكم البركة. زين. والنعم. وايش تحتاج يعني للزواج والله؟ ايش تحتاج؟ هي غرفة. غرفة اخشاب؟ غرفة اخشاب. اي. اي. وبعد؟ وثلاجة بلازمة. ثلاجة. بلازمة. يعني أجهزة كهربائية. أجهزة كهربائية. غرفة الأخشاب. زين الغرفة هي موجودة بالبيت مو؟ غرفة اللي تقعد بيها؟ اي موجودة. هي. موجودة. اي. بيها شيء؟ لا ما بيها فارغه. ما فارغه؟ ابد كل شيء ما بيها. زين. فانت حتى تطلع الريس ان شاء الله. انت سولفنا انا وياك شوي بس بعدنا ما دخلت التفاصيل انا اكثر. المره انت متفقين عليها؟ ان شاء الله. قالوا لكم تقدموا لو شنو؟ قالوا لمت ما تجون هلا بيكم. يمتى ما تجون هلا بيكم؟ هي. بس انت رجال كن جهز كل وضعك. ان شاء الله. ان شاء الله البركه بيكم. لا انت تستاهل ابو جاسم. الله يوفقك. يعني مفاجاه ان شاء الله اللي راح نروح البيت محمد اعد لك اياه لان انت ما كنت عليه تدلل.
ها المفاجأة إن شاء الله اللي بانتظار محمد راح تكون داخل البيت. محمد احنا حاضرين لك في الأشياء، الفريق اللي باقي بيتكم راح تشوف اللي عجبك واكثر. مستعد نروح بعد؟ شلون القاط زين بالمشي؟ خب والله حلو دي يلا اخوي. هنا ابتسام تختار غرفه زينه لمحمد. بعد ما وصلنا لمعرض الاثاث حتى نختار فد غرفه حلوه ومرتبه لابو جاسم. محمد يستاهل بالتاكيد، وايضا عرفنا انه هو مقبل وايضا على ابواب زواج. عرفنا عم ابو حسنين يشرف بالبيت، شوف الشباب ايش راح يحضرون ايش راح يرتبون. ضروري نرجع للبيت، لكن راح اختار غرفه هساني حاليا حتى بعدها نرجع للبيت نشوف عم ابو حسنين ايش سوى ايش كمل سوى ويا الشباب. راح نختار غرفه هساني، ما اعرف يعني ذوق محمد بالغرف، لكن نتمنى ان شاء الله الغرفه تعجبه واللون هم يعجبه. راح نشوف الغرف وبعدها راجعين، خليكم وياي. وهاي الغرفه ذات المصور. والفطور صار جاهز ومنتظرين احمد ومحمد دوسري والف عام. اهلا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. من احلان اليوم محمد؟ لا اثنين ابو جامل. هذا ابو جامل هذا زلمه ابو جامل. اهلا صاير عريس عمي. استريح خلنا نفطر بعد قلبي. استريح استريح. يا اهلا وسهلا. خوش والله مشتري لقاط. اي والله بدله حلوه. احلى من احمد انا؟ التاخير احلى من احمد انت. استريح اقول لك انت اللي قلت فلوس رجعت له. ايوه محمد يريد يتاكد ابو حسن. والله قول يا الله. لا رحنا بالطريق قال بالكتل قال بعد علاقه بيه فلوس. احنا مو بس هاي محضرين لك هذا المفاجاه ان شاء الله بعد الفطور نشوف. يلا شيوخنا نفطر شنو؟ لا نقرا الدعاء. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا وليصوم غدا نوينا وعليك توكلنا فارحمنا وتقبل منا بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفضلوا على فطوركم. شنو ببال محمد كله كمل اللي ما يدري بيها السنه يدخل يتفاجئ. زين هسه انا اريد اسالكم انت ابتسام. ابتسام هو الزواج شو راد له؟ راد له غرفه واحد قبلها مره. هسه المره بعد فضوا السالفه. ليش نحضر كل هالاشياء؟ فضت المره؟ شلون قبلها مره؟ بس قول لي فضت هي؟ يحتاج تحضيرات غرفه. غرفه واحد. زين يحتاج له مواد منزليه. اثنين بعد يحتاج له سياره تاهو سياره الزفه. الزواج اللي تفضله وبي يحتاج لاول نقاط. احنا الشباب نكسر خايف كل من يحكي بمالاته كل من يحكي بمالاته. والنسوان ايش يحكن؟ بالمهر بالذهب بالمهر. اي بعدون يعطيكم فلوس والمره هي اللي تشتري صح. وثالثا الغرفه وهي جاهزه. فاخوي الغرفه جاهزه هسه راح تاكل وتشوفها. وقاطك بعد على ذوقك اجى ان شاء الله تعجبك الغرفه على ذوقك. والاجهزه كل اللي تحتاجين. واخوي هذا المهر. هذا مهر. هذا المهر. تفضل. الله يبارك. اقول لك رجعنا ضيعنا. حتى يعرف السيد المشاهد هاي كل الامور والمهر وهذا تعبنا كله لأمانة هذا الشخص. أي بالله. خلي نكون امنين دائما مع ناسنا مع اهلنا مع شعبنا مع اخواننا حتى الله سبحانه وتعالى يوفقنا وهو يدل الناس الخير علينا. يلقى 118 مليون 17 ما زودت مليون من عندي. ولو باقين عليه زودها سوى 120 نفس الوقت 117 يرجحين الصاحب. نفس الوقت عمار خلى ابو سيدك والله نشكر اللي خلينا نقول خلى هذا الفيديو ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتالي راح يشجع بقيه الشباب على المبادرات. البطل نشكرك احنا شلون نشرت والله. حياكم الله يا قناتي. محمد جيراننا طبعا وبارك الله فيه. فعن باب محمد قال هاي الفلوس لقيتها وشلون اوديها. فالحمد لله والشكر. قلت له محمد خلينا نسوي لك مقطع حتى ابو الفلوس حلو توصل له الرساله. فالحمد لله والشكر سويت المقطع ويا محمد وفضل المقطع وفضل وجودكم هاي الطيبه. قبل انت حضرتك صاحب محتوى تقدم محتوى؟ طبعا اقدم محتوى للقضايا الاجتماعيه زين ومعاناة المواطنين. فمن هاي الحالة يعني العالم تفاجئت. يعني اكو شاب يجي بالشطرة حالته فقيرة أموره تعبانة يتيم. مجيد ينطي رسالة اليوم بصراحة تامة نشوف تصدير التفاهة صح عبر هذه المنصات الاجتماعية بالمقابل صانع محتوى حقيقي ويتدخل. فرأيك اليوم اترك هسه سالفنا بها باللي صار اليوم كله هذا شو رأيك احتفاء بمحمد؟ والله نشكر جهودكم
ونشكركم وقناة الفرات. احنا لو محمد ماخذ الفلوس ما شفنا الوجوه هاي الطيبة. الله يحفظك. صحيح والله العظيم توجهك الطيب يوفقك ان شاء الله حجينا. ونشكركم ما قصرتوا. قبل ما ننتقل حجي الفرات بعد عندك سالفة تقول لي؟ اريد لنا قصيدة. يلا قصيدة نسمع قصيدة على اهل البيت. سبقني على اهل البيت. اي والله ان شاء الله بخدمتك. محمد شو تقول انت؟ والله راي من رايكم. انت كذا كلمتين تسكت. انت ما محدث بعد يرادك يودون كم الموبايلات. اقول ما دام احنا مقبلين على شهادة امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهذا شهر امير المؤمنين حقيقة وحتى هاي السفرة هي في ثواب امير المؤمنين صلوات الله عليه عليه السلام. وهو شهر امير المؤمنين هذا شهر رمضان اللي فيه الفاجعة الأليمة لسيدي ومولاي سيد الوصيين وقائد الغر المحجرين. ياهل مثل حيدر عنده وجدان لبس ثوبه سمل مثل اليتامى وياه الراد لله يصير عنوان واسمه يصير للوادم سلامة. إذا قلنا علي معروف بحسين ما يحتاج حيدر كل علامة. الله. إذا رايد تزوره تروح للبيت ما تندل تشم عطر الإمامة شن كعبة علي والطوفة حجاج ملتف الأرامل واليتامى. الله. وحيدر يا علي يا غاية الدين ويا رمز العدالة وانت آية ويا الحبك الناجب يوم الحساب ويا الحبك أبد ما بي نهاية. الناس تحب يجيها الجاه للبيت وتصلت تريد بلا دراية وانت لا ردت كرسي ولا مال لا سلطة رديت لا ردت ثاية الولاية. الولاية تعنتت ركعت يا ابو حسين الولاية بلا عليش تسوى الولاية. الله أحسن. الله صح لسانك صح لسانك. تكميلا لقصيدتك حبيت أشاركك. يا الله ايه بعد يا خلص خلص برنامج نسمع. يا ابن آدم علي بدي يا ابن آدم علي بالدين وصاك وخذ منا الشفاعة غدا وصاك وخذ منا الشفاعة غدا وصاك وصاك مايع ما يفيد البشر المايع ما يفيد وصاك البشر وصاك اللي يفيد هناك حمام اللهم صل على محمد وآل محمد. خلينا نقفل أحسنت ميزان حسناتكم إن شاء الله. أنا أدبو كذا من محمد آخر خلينا نختمها عادة. إحنا طبعا ما درينا أكو هيك موهبة فاجئنا شلون إحنا مفاجئينهم وما فاجئونا. أحسنت جزاكم الله خير الجزاء. لو تسمحون يعني إخواننا ومشايخنا أنه نطلق رسالة الفرات عادة ما تطلق رسائل في كل حلقة من حلقات برنامج فترضى وهي رسائل من خلال كل برامجها اليوم إلى كل مفاصل الدولة العراقية إلى كل مؤسساتنا الحكومية إلى أصحاب القرار. إحنا بخدمتكم وإحنا خدمناكم غريبة مو إحنا خدمناكم هواية. أولا بحث أصواتنا من خلال مناشدات على كل الحالات اللي نوصلها وثانيا كشفنا كل الحالات بوضوح تام صح وبمهنية عالية الحالات والقصص والمواقف البطولية. وثانيا الفرات دائما ما تعضد المواقف البطولية ومحمد نموذج. وثالثا يا حكومتنا 60-70% من مجتمعنا هم الشباب. طبعا الخير والبركة بشيابنا خلينا نقوم بحيدر تفضل بحيدر قوم اسمح لي إن شاء الله 60-70% من مجتمعنا من الشباب مكنوهم أوصلوا إلهم اليوم مثل محمد المفترض في أفضل مكان يستحق اليوم مكان يخدم ناسه من يعني من موقعه هذا استحقاق الطبيعي. فهذه رسالة الفرات خلي مدير بنك من خلال والله. هذه الحلقة من برنامج فترضى كمل فطورنا وبعد إن شاء الله الغفر. والله خلي وزير مالية محمد لو أنا منه لأن ماكو واحد يكون وزير مالية إلا مؤتمن على أموال الشعب. وإحنا ما نجربين الشباب ومفاصل الدولة ما دام يبقونا خلنا ناكل شاخوي فطروا خلنا فطروا يلا 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 فطروا توكل فطروا تربية المواكب الحسينية افطر أبو زهراء إيه فعلا بالله فعلا.